عمي بولام في العيادات العام معلوم كاش عمشتنيش معيش هذه سنة مؤكدة يا أخو ترى مضانو تصومو بالسيف تقولي السنة السنة غير في الهم هاو بدأ يحرش بيا أنا نقصر برك وقيلة أصلا ما فيهاش العيادات العام أو وعلاش يا سيدي في راسك رامي روجو ويقولوا باللي العيادة تعدي وتزيد الإصابات وزيد غلقوا الأسواق من وين راح تشري شكون هادو يا ودي روح الجوامع مغلوقين لا لا بلاج وزيد لك باش ما كاش أنا في العيد سموني نعيد يا أخويا تبالي راك مقلق على كبش كثر من الصلاة في الجامع لا لا مقلق على سلة الذبح يو كي يكون سلاح قول عمري 20 سنة صح وكون شري كبش مكورن كيفاش نديرو نرميوه جامي الكبش يجيبو بالكمامة تاعو والمعقم معلق بالقرون وين يتحرك يتعقم اوتوماتيك هيا صح قولي شحال راهم يديرو هما بكري غاليين وزيد غلقوا الولايات وراسك ما كاين كبش تحت 5 ملايين الله هو اكبر ملاد العام راح نعيدو بلا دروس لا لا بالدندو الو الو مهدي واش حوالك واش هذا انت حميده خرجت من الحبس ايه خرجت يا ودي خرجت قاسني لاغراس المهم اسمع راني جبت لك واحد لافير خشينا ياك ما ترشيناش في الحبس يا وما تكسرش راسك شوف نبعث لك التصاور تاع الكباش اللي عندي انت ما عليك غير تحطهم في الفيسبوك واكتب من تحت فرح ولادك ودخل الكبش لدارك وما تخافش التشيبة تاعك عليا اوه هذا ما كان روح مهني الفاميليا واقل خرجنا من الغرقة اقرا يا وليدي اقرا به تفرح ميمتك قاتلو راه يقرا لو كان تعرفي وش راه يدير يخه غير الخير وش راه يدير وليدك راه يبيع في الكباش يا يما الكباش راه يظل مقابلني كيف تقول لي يبيع في الكباش يا ويبيع بالفيسبوك وش بيه مهدي لا راه يبكي وش درتولو يا وليدك تسوفج راه يبيع في الكباش يبيع في الكباش يدل هذه آثار زينة شوف لي واحد استازي يا مهدي شوف خلاص بابا راه عندي بزاف لي دومون غدوين ريقلي يا واحد لباندي اكبرت وليت بزناسي العياشي اربح ها حميدة هذا انت حتى كيفاه جيت راهي مقلوقة الحالة بالكلة يا ترى الطريق راني حافظ لها الدخلات الخرجات حفرة بحفرة المهم وين تكون نجيك بيبي لي برك المهم الامانة وجدتها لي ولا مزال شوف عندك كل كاليتي سلعة وسوم ما عندك ما تخير بالكاليتي ثاني وري قولي تشوف وري شوف حميدة خويا عندي هذو مقروسين من مارس يديروا 5 وهذو الكباش يتباعوا بالكمامة ولا الكول يديروا 6 وعندك ذيك السلالة يضربوا قلي فيتامين 7 وطلع هاتنا كوكتيل خلط المهم فيهم الفايدة وانت ما خصكش كبشة عيد بيه ولا رقيت بيع شوف اعطيني واحد وبشومة شابة وما فيهاش كورونا يا الفاميليا عندي 3 كباش دارين لتاست صافيين قارانتي دارين البيسيير والسكانير ما عندك ما تشوفست قطرة سبيغة ما فيهمش يا جدك انا التاست ما قدرتش نديرو والحيوان درنا نورمال يا اخي حالة يا اخي بينها الكورونا راهي تشطح معها والله غير قلت لهم هذا الشعب ماشي واعي هذا حميدة راهي يبيع ثانية عنده يومين من اللي خرج من الحبس وما زال يلعب يا جدك جات الدولة جات وحبس كيما راك واش راك دير هنا وراك تبيع معهم هاوه يا حضارات جيت فايت طريق برك
احنا اولاد فاميليا خاطينا هاد لافيرات. والله زادوا رفدوا حميدة، قالك راح يتمنجلوا العصابة كامل اللي معاه. كيفاش؟ ما تقوليش كنت بيع معاه يا جدك. لا بيام لا العيد لا الكبدة المشرملة، ما لا راح نتمنجل مع العصابة.